بعد الكلمات اللي طلبت مننا بالنسبه لبرايمري 4 الصف الرابع الابتدائي اللي بتقول عليها انه صعب في الجهاز الهضمي، شرح الوحده كامله بتمارينها بافكارها حتى شرح الجهاز عملنا له فيديو منفصل، كل ده على قناه كريزي انجلش، كمان صفحه الفيسبوك تاسيس من تحت الصفر مع تيتشر سمر اللي بينزل عليها الشتات. يلا بينا. كلمه دم بلاد بلاد بلاد، معده ستوميك 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 ستوميك. يس، كلمة الأمعاء الدقيقة small intestine small intestine small intestine. كلمة طاقة energy energy energy. الجهاز الهضمي digestive system digestive system digestive system digestive system. الجهاز الهضمي. الأمعاء الغليظة large intestine large intestine. قلب heart heart heart. فضلات waist waist waist. يمضغ chew chew chew. يمضغ 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 chew. كلمة المريء esophagus esophagus esophagus. شرح اليونت كامل او شرح الدرس كامل بالجهاز كامل، كل ده على قناة كريزي انجلش. Thanks so much. مستنياكم. Goodbye.